السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في الدرس السابق أخذنا الفانكشنز والفاريابلز وكيف نتعامل معاهم، ولعبنا شوية في شوية arguments وهيك. طيب، خلينا في الدرس الحالي نحكي عن إيش اسمه الليتس أو الريز في لغات تانية بسموها، وهي فعليا إيش هي أصلا. هي عبارة عن variable، بس جوا الفاريابل هذا في أكثر من قيمة. يعني أنا بدل ما يكون عندي اسم واحد، خليني أجي أحكي له list، بجي بحكي له list اللي هي إيش names مثلاً. الأسماء عندي مثلاً أنس، على سبيل المثال شو هاد، علي، مو، أليكس، أي إشي. تمام، طبعاً equal واحدة. حلو، هلا انا مثلا ايش حكيت له ان الليست عندي نيمز، ففي عندي اكثر من اسم. طيب، خليني اجي برضه انا اجي احكي له مثلا، ممكن اجي اعطي له اكثر من نمبر، ممكن اجي احكي له ارقام عادي، ما عندي اي مشكله. برضه نفس الشيء، نفس زي ما في هون عندي تايب، نفس الشيء هون عندي تايب، برضه نفس الشيء ممكن اجي اعطيه دبل. طيب، خلينا نيجي نشوف كيف ممكن نوصل للنيمز. هلا كيف كنا نوصل قبل للي هون؟ كنت اجي احكي له، خلينا نرجع عنا على الانبريست. تمام، هذا كله هيك. اوكي، نرجع على الانبريست. طيب، اوكي، لما كنت اجي احكي له برنت، عندي مثلا كنت اجي احكي له ماي نيم. لما كنت اجي اعمل سيف واجي اعمل فولو، اطبع لي، كان يطبع اسم واحد. فهلا لما اجي اوصل للنيمز، ما بينفع احكي له هيك، بحكي لك undefined names. اوكي، فعلشان كيف هيك كان هلا undefined، مفروض كان اي واحدة. اوكي، فانا هلا باجي بحكي له names هيك، بس names هيك ايش رح يطبع لي فعليا اذا انا باجي بعمل اوكي؟ رح يطبع لي اياهم كلياتهم. طب اذا انا ما بدي اياهم كلياتهم، انا بدي مثلا هاد الاول. اذا بدي الاول، ما باجي بحكي له، باجي طبعا بفتح اقواس، وباجي ما باجي بحكي له او رقم واحد، لا باجي ببلش من صفر، لانه هو ببلش يعد من صفر. فهو بالنسبه له انس هاي معناها ايش؟ نيمز زيرو، معناته ايش؟ جيب لي اول قيمه اللي هي انس، بعدين واحد اثنين ثلاثه. فاذا عندي انا اربع فور فاليوز، بس هم فعليا ايش؟ 3 اندكس. نيجي نعملهم سيف، نعمل فولو، فباجي انا بوصل للاول. اذا بدي اوصل للثاني، باجي بعمل فولو. طبعا اذا انا باجي بحط له اشي مش موجود من عندي بالاري، راح يفقعني ايرور اكيد. يعني لما اجي اعطي مثلا فور، باجي بحكي له فولو، فقعني ايرور، بحكي لي انه انا الاندكس هذا مش موجود ومش متعرف عندي. طبعا هذا الايرور انا وريتكم اياه بالعمدا عشان نشوفه لما اذا بدنا نيجي نطبع ليست فيو، بدنا نطبع نيجي نفتح نطبع اشي، نستخدم ويدجت زي هيك، فراح يطلع لنا هذا الايرور عشان نعرف كيف نتعامل معه. طيب، اذا انا طبعت النيمز اللي عندي، ممكن نفس الشيء اجي احكي له نمبرز برضه، انا هيك بعرف اوصل له. نجي نحكي له الرقم الثاني مثلا فولو. حلو، هلا انا حكيت له ايش؟ 1 2 3 ونفس الشيء. تمام، هلا اذا الليست هاي عباره عن اكثر من فاليو. طيب، معناته انا ممكن احدد برضه نفس الشيء زي ما هي في الفانكشن هون، حددنا انه انا هذا مثلا بدي اياه انتجر، هذا سترينج وهيك. هون نفس الشيء ممكن احدد بالليست عندي، انا بدي الداتا تبعتي تكون نوعها سترينج. يعني كل الفاليوز تبعوني يكون سترينج، اذا حطيت له انتجر راح يعطيني ايرور، راح يحكي لي انه انت معطيها سترينج، كيف انه مش من نوع انتجر. تمام، اوكي، فانا باجي بحكي له ايش؟ وين كنا؟ سترينج. وهون برضو نفس الشيء عشان يكون عندي اوضح، باجي بحكي له نمبرز. سوري، شو نمبرز؟ انتجر. طيب، هلا احنا اجينا ايش؟ عملنا هيك، ما في عندنا مشكله. باجي بوصل هون من هون زي ما حكينا، ما عندي مشكله. خلينا نجي نعمل ريلود نشوفها. فولو فولو فولو، ما فيش اي مشكله. حلو، طيب لو نيجي نخلي نشوف كيف احنا ممكن هذا نستفيد منه في فلاتر. اوكي، احنا عارفين هسه احنا قاعدين نكتب دارت. طيب، هلا انا اذا بدي اجي اطبع هدول كلياتهم، هدول الاسماء. طيب، خلينا نيجي ناخذها بفكره ثانيه. بدل ما انا اجي استخدم هدول الكاردز اللي عندي، كارد 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 كارد، خليني اجي اعمل ليست اوف كاردز. بقدر انا اجي اعمل ليست اوف ويدجت.
فبدل ما انا اجي احكي له هون ليست باجي بحكي له ويدجت، انا بدي نوع الليست تبعتي ويدجت. اوكي فهون انا ايش بدي بحكي له؟ مثلا ماي كاردز او مثلا ماي ريفيوز. ماي ريفيوز اللي هي راح تكون عباره عن اري، بس مش اري اوف انتجر، لا راح يعطيني ايرور، اري اوف ويدجت. فلازم انا اعطيه ويدجت. ممكن انا اجي احكي له تكست، هيك تكست اوكي مثلا زي هيك، خليني اجي عشان يكون اوضح. اذا ممكن اجي احكي له كمان تكست اوكي، ممكن اجي احكي له كونتينر سوري تشايلد، تشايلد ياخذ مثلا على سبيل المثال تكست برضه عشان نطولها. طيب فنفس الشيء انا هيك صار عندي ايش array of object. ليش معطيني هاد الاشي؟ عشان انا مش مسكره. اوكي طيب فاذا انا هلا ايش صار عندي array of widget. الarray of widget هاي ممكن انا استخدمها كيف؟ ممكن اجي انا هلا احكي له خلينا نيجي نشيل مثلا الكارد، هدول نخلي كارد واحده بس عشان يتبين عندنا شوي. طيب 3 كاردز، طيب عندي 1 كارد ماشي. خليني الكارد هاي اللي احكي لكم الكارد خليني بس اعملها شوي كومنت عشان نشوف شو احنا بدنا نعمل، نعمل سيف. طيب اذا انا هل عندي ايش؟ عندي الويدجتس، عندي ليست اوف ويدجتس اوكي، اللي هي مثلا تكست كونتينر، ممكن طبعا استخدم اللي بدي اياه. زي ما حكيت لكم ممكن اجي احط له سنتر، ممكن اجي يعني زي ما احنا عارفين ممكن اجي احطه جوا رو، ممكن يعني الموضوع مش انه متصعب. مثلا هاي التكست هذا ممكن التكست هذا احطه جوا رو عادي والدعم للرو بعدين مثلا، حر انا. فاهمين كيف؟ يعني موضوع مش انه تعقدوا حالكم بس بشيء بسيط، لا ممكن توسعوا زي ما بدك. فاذا عندي ليست اوف ويدجتس صارت، فباجي انا هون ممكن ايش اجي احكي له؟ هلا هون نيجي نشوف، هلا عندي انا فعليا عندي ليست اوكي، الليست هاي بدي اتعامل معاها في ويدجت، اكتب ويدجت بقدر انا استخدم من خلالها children. لو نيجي هون نحكي على children widget flutter، لو نيجي على ال هون شو بيحكي لك؟ بي arrange other widgets column row grids and many other layouts. يعني في عندك انت ممكن تستخدم اللي هم ال column. هون طبعا شو بيحكي لك؟ single child، هون multi child layout، هذا اللي انا بدور عليه اللي هي multi child layout. ليه في عندك كولوم كاستم مالتي تشايلد لاي اوت فلو لاي اوت بيلدر اندكس جريد فيو رو ليست فيو ليست بادي تيبل ستاك، زي ما استخدمنا هون الستاك من قبل، زي ما استخدمنا الكولوم، زي ما استخدمنا الرو نفس الشيء. بس كيف كنا احنا نعمله؟ كنا نستكتبهم بايدنا. يعني كنت انا هيني فعليا انا عندي مثلا هون ليست فيو، الليست فيو هاي عباره كامله عن هيها، الليست فيو هاي عبارة عن ايش؟ عبارة عن children. children ايش؟ children of list of widget. لو هاي 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 شايفينها انتو هاي؟ هاي هي زي كأنها هيك ها، بس بدون list. انا اشيل list زي هيك صفت هاي عندي ايش؟ هي نفسها تمام؟ زي هيك بالضبط، زي كأني هذا حاطه هلا هيك انا هيك يدوي هون، بس هون انا حطتهم ايش؟ جوا list، سميتها my reviews. معناته شو باجي بعمل انا؟ بدي استخدم ويدجت بتطبع لي ايش اللي هي الحكي هذا. فمعناته انا باجي بستخدم هون، خلينا نيجي اوكي نيجي، لو نيجي اوكي ما هي مش راح تنفع اني احطها هون، بس لو بدي اجي اجرب احطها هون لما انا هون اوكي فاصله، باجي بحكي له اسم الفاريبل تبعي اللي هو ماي ريفيوز. ماي ريفيوز اللي هي الدات مش اد ولا لينكث، بدي اجي احكي له ماب، بدي اجي انا اعمل ماب للليست تبعتي. طيب فهي اللي هي ريفيوز دوت ماب، فهون شو بجي بحكي له انا؟ مثلا ممكن اجي احكي له مثلا ويدجت او تكست او ويدجت مثلا هيك بس كاسم تمام، اني ممكن اقدر استخدمه. ممكن هون شو اجي احكي له؟ اجي احكي له return اللي هو مثلا الويدجت بس.
لانه فعليا هي اصلا list of widget فهي هذا. بس هون لو اجي احكي له دوت تو ليست، طبعا هون يعني في عندي راح يعطيني ايرور بيحكي لك ما الايرور الاول بيعطيني اياه اللي هو element type iterable widget cannot be assigned to the list type widget. شو يعني؟ يعني فعليا فعليا انا هسه في عندي هون الويدجت هاي، الويدجت هاي اوكي انا لو انا احكي له لو اخذ هدول هيك زي ما هم احطهم كوبي بيست هون ما عندي مشكله، بس اذا بدي اخذ الفاريبل راح ياخذ معهم الاقواس، فزي كاني فعليا جوا الويدجت هون باجي بعمل له هيك، زي كاني باجي بحكي له هيك تمام، وهون مثلا باجي بحط مثلا تكست مثلا على سبيل المثال او whatever. اوكي مثلا شوف شو معطيني هون الايرور اللي معطيني اياه، بيحكي لك the element type list of text cannot be assigned to the list of widget، فمعناته ما بينفع. فشو باجي بعمل؟ بدل ما انا احطه هيك في الويدجت هاي، لا باجي بفصل الويدجت لحال، which is باجي بعمل زي هيك باخذ الكود هذا كله. هلا انا طول ما اني انا هون بالكولم، خليني اجي اطلع من الكولم، نيجي نعمل كولم جديد. اوكي بدي اجي اعمل كولم جديد، باجي بحكي له ويدجت هون بالضبط، بدل ما انا اجي احكي له ويدجت هاي عندي تشيلدرن هي اصلا عندي ليست انا، فما في داعي انا احط له ليست اوف ويدجت، فباجي اصلا باجي هون شو بحكي له بقى، خليني اجي نعيدها، باجي بحكي له ماب ريفيوز دوت ماب دوت بدي انا تستقبل لي my own widget my own widget تمام، وهون بدي اياك تطبع لي اياها اللي هي my own widget وبس. طبعا هلا لو اجيت انا حطيتها هاي جوا widget مش بحاجة، ليش؟ لانه انا اصلا الwidget هم تبعوني اياها، يعني عندي اياهم جاهز السكرين، فلما اجي اعمل save شوف شو اعطاني هون. بيحكي لك خلينا نجي نعمل ريلود هون. اوكي بيحكي لك هون تايب مابت اتريد ويدجت از نوت ا تايب اوف ليست ويدجت. اوكي هلا الايرور هذا ليش اعطاك اياه؟ علشان انا لازم احوله لتو ليست، لازم احولها للليست. فاذا هلا باجي بعمل سيف، شو صار عندي؟ انا اول ما جيت اعمل سيف بطلع نفذ للكود كله، نفذ للكولوم، الكولوم اللي هو ايش؟ راح شاف اللي عندي الماي ريفيوز دوت ماب، لفل عليهم كلهم طبعهم واحده واحده اللي هي ماي اون ويدجت اللي هي اصلا هاي اللي هي عباره عن بادن، اللي هي البادن هاي عباره عن رو. طبعا اجي لو اجي اشيلها هلا هيك سيف، فصفت عندي بس هدول التنتين، ممكن اعدل عليه اللي بدي اياه. طيب حلو كثير، خلينا نيجي اخر ناخذ اخر مثال على الكارد. فخليني اجي انا هون بدل مثلا اجي احكي له هذا الحكي، نيجي خلي الكارد شوي هون، نيجي ناخذ الكارد هذا، نيجي نطلع هون، نيجي نحط عندنا كارد. طيب حلو، اذا صارت عندي انا هلا ايش؟ ليست اوف ويدجت، الكارد الاول، خليني اجي اخذ الكارد الثاني اللي هو عبارة عن بس نغير شوي عشان شايفين افاتار اللي هو شو اسمه كان بيرد اكس. طيب هون خليها مثلا سات مثلا هيك عشان بس اغير شوي الكلام. طيب تنتين مش مشكلة تنتين، وهلا بورد نعمل عليهم function add ونخلص. طيب اذا انا اول ما جيت عملت هون، طبعا هذا بلزمناش خلص، هذا بلزمناش، نجي نعمل save. اذا هلا انا جيت عملت، صار عندي الريفيوز اللي هم ايش؟ هاي هم التنتين الويدجت اللي عندي. حلو، طب هلا انا مثلا هاي الويدجت طابعها وما في عندي اي مشكلة، هلا انا برضه برجع بنحكي لموضوع انه ماي ريفيوز بقدر اعمل عليها كنترول وبقدر اسوي اللي بدي اياه. شو يعني؟ يعني انا بقدر هلا اجي هون على الان بريست، لما انت كبست شو بدك تيجي تعمل لي؟ هو بفعلا بيطبع، بس انا بديش اياك خلص هذا الشيء ابن منه، بدي اياك وين كنا احنا؟ شو اسمها هي؟ ماي ريفيوز. اوكي ماي ريفيوز، هلا انا شو بدي تعمل؟ بدي تضيف لي كمان كارد جديد. اوكي فشو بيحكي لك هون؟ بيحكي لك بدي اضيفهم، بيحكي لك
undefined name value. طبعا انا بدي احط القيمة، فهون انا ممكن ايش اضيف اللي بدي اياه، ممكن اضيف اي ويدجت بدي اياه، ممكن اضيف له ويدجت التكست. اوكي، على سبيل المثال لو بدي اجي اعمل سيف اجي اكبس على unpressed ما صارش اشي. ليش؟ لانه فعليا انا مش حكي له set state. هلو انتم مش تفكروا ان unpressed هي اللي بتعمل set state، لا انا لازم احكي له set state. فاجي اعمل سيف، فاجي اعمل reload. لو الاحظ هلا اكبس اوكي، شو اعطاني اوكي؟ فهو فعليا بيعمل لي قاعد append، يعني بيضيف لي وبيعمل لي اد على الليست تبعتي و update يا UI dynamic. تمام، ممكن برضو ايش اعمل remove كمان نفس الاشي، ممكن ارضو اعمل remove، خليني اجي هيك مثلا remove last على سبيل المثال. طبعا هي الكبسة ماشي، خليني نشيل هاي، خلينا صارت تعمل هسه remove last. لو اجي اعمل ريموف لاست شو عملت؟ شطبت اخر كارد، لانه اصلا الكارد الاخير. طبعا احنا بنتعامل بستيت، لما انا اعمل حكيت لكم لما انا اعمل الهات ريلود هاي معناته انا بلغي الستيت تبعي، يعني انا راح ضرب طيب صار زيرو. اوكي هلا شايفت انا لما انا استخدم هاي الهات ريلود او لما اعمل سيف ما بيتغير عندي الستيت، لازم عشان يتغير الستيت عندي اني ارجعه زي ما كان الليست تبعتي اعمل هات ريلود. فانا عملت اللي هي هاي اوكي. لو بدي ارجع هلا انا مثلا اعمل اد، بدي اعمل اد لايش؟ لكارد. نيجي اخذ او هدول وان كارد اناف. سيف، نعمل فولو، ضاف لي الكرت الجديد، جديد كرت، كرت عادي ما باثرش عندي ولا اشي، عادي بتحول للليست فيو، يعني ما عندي اي مشكله. اوكي طيب، هو هاي فكرة الليست، ويعني بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. عم بحاول اخلي الموضوع يعني عملي اكثر من انه احنا بس هيك نطبق مفاهيم. بتمنى تكونوا فهمتوا من هذا الدرس، ويعطيكم الف عافية.